الإنسان عندما يدعو الله، احنا عدنا أنه يستجاب دعاؤه شنو؟ بأن يدفع عنه بعض البلاء. شلون يستجاب دعاؤه؟ اما اكو تطابق بين المستجاب ما استجيب به وبين الدعاء، غير اكو تطابق. التطابق الاستجابة تحقق بالتطابق، ماكو تطابق صحيح لولا. زين، اذا ماكو تطابق صار الرواية كأنه أصلا حتى من يفهمها، بينما إذا نتأمل هذا المطلب باحثين مفصلا في السنة في شهر رمضان في مسجد الكوفة. إذا نتأمل نشوف هو الداعي عندما يطلب شيئا هو عنده طلب كلي، وهو أن يطلب ما ينفعه ويتجنب ما يضره. ولهذا من يريد من ربه أن يحصل ولد أو يحصل سيارة، إيش يريد؟ يريد الولد اللي يصير عدو له مثلا يقتله ويدمره مثلا، أو هو يدمر دينه مثلا أو حياته الدنيا. قطعا ما يريد شي ولد، صحيح؟ يريد ولد لأنه يكون قرة عين، صحيح؟ فما دام هكذا يعني هو عنده في دعائه دعاء عام، طلب عام، بس هذا الطلب العام مرتكز. هو إيش يريد؟ ما ينفعه ويجتنب ما يضره. مو يطلب الكمال الكوني، لا، هو يطلب لنفسه، الداعي يطلب لنفسه، مو يعني نجي هم من بالغ، لا، بجانب ذاتي يطلب لنفسه. لكن ما الذي يطلب لنفسه؟ ما ينفعها ويجتنب ما يضر. زين، ليش طلبت ولد بالخصوص او طلبت مثلا سياره او كذا؟ يقول انه لان هذا هو ينفعني. هذا عنده وضوح انه اصلا ما يفكك بين النفع وبين هذا. فافرض هو عنده خطا بالتطبيق، فإذا استجيب له بأن دفع عنه بلاء أو كذا أهم من هذا الموضوع، إيش راح يصير؟ راح يصير استجابة دعاء حقيقية، فيصير أنماط من الاستجابة. استجابة بعضها هي مباشرة لما هو شخص، واستجابة بعضها لأنه لا تشخيص خطأ بسبب جهله وبسبب عدم مثلا نظره بما يناسب. فرب العالمين من يريد يستجيب يستجيب من موقع ماذا؟ من موقع الرحمة؟ لو يريد يستجيب من موقع القبول هيك كيف ما كان منه؟ موقع الرحمة. ففي مثل هذه الحالة منعه إجابته، منعه إجابته، لأن هو زين شلون تقول إجابة؟ مغالطة؟ كل شيء لازم تأوله؟ لا، أصلا مو مغالطة، هذا ملاحظة لل النية الأصلية الأساسية. شلون عبرنا هنا؟ النية الرئيسية الأصلية الأساسية المهيمنة على هذه النية شنو هي؟ هو أنه يريد ذاك الأمر الأصلي اللي هو مطلوب، هو يعطيه. فإذا واحد لا عاند، وهذا عندنا بعض الوصايا أصلا يوصون بالروايات موجودة أنه بعض الأحيان إنسان يعاند أصلا ما يقصد ذاك الأمر ولا يتقبل ذاك الجانب، يصر على أن يحصل على أمر بلا أن يقول في عافية، بلا أنه ماكو هالأشياء، فهو قد يعطى ما يضره ولو كي يكون عبرة له. يعني ما نريد نقول أنه هذا هم مخالف للرحمة حتى هو يهتدي، لأن هذا عنده مشكلة أصلا في إيمانه، عنده مشكلة في فهمه، في معرفته، فهو ربما يعطى ما يلفت نظره. فإذا أعطيه ما يلفت نظره إيش راح يصير؟ مثل ما أنت بعض الأحيان ابنك يلح زايد على شيء تدري هذا ما يفيده، يقول له أخذه. من قلت له أخذه مو من موقع العقوبة، من موقع اللطف به والتربية له، لكن شفت هذا عنده شلون يقولون قافل من هذا، كون ننبهه. وشلون كل ما حاولنا ننبهه بالكلام ما فات، وشلون راح نحل مشكلته؟ نعطيه، من نعطيه راح يلتفت، أو يصير عبرة لغيره في بعض الأحيان، أو هو بعدين يصبر. المهم يعني إلها مناشي، أو قد يكون لا، هو بسبب تمرده على الله يستحق الخذلان، نعوذ بالله، قد يستحق الخذلان.